اوكي هسه حل ليش ليه اختار عبارات صحيحه. اي العبارات هي تعبر عن قانون انعكاس. قانون انعكاس هو شنو؟ قلنا انه شرطين بانه الانعكاس انه اكو عندك سطحين او سطح تنعكس فيه الاشعه، او ثاني شيء زاويه السقوط تساوي زاويه الانعكاس. هاي كلش مهمه. سرعه الضوء بالزجاج شبيهه طبعا اقل. ليش؟ لان كثافتها اعلى، كثافة الضوء مالتها أعلى من الهواء، فأقل من سرعة الضوء في الفراغ. خف جيب. النسبة بين جيب 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 زاوية سقوط الشعاع الساقط في الوسط الشفاف الأول، جيب زاوية الانكسار في الوسط الشفاف الثاني هي نسبة لها ثابتة لهذين الوسط، تسمى شنو؟ معامل الانكسار النسبي بين الوسطين الشفافين، اللي هي المعادلة اللي اشتقيناها. اوكي، معامل الانكسار، معامل الانكسار هاي اللي هي ان 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 1 وان 2، معامل الانكسار المطلق للوسط الشفاف الاول والثاني ان بصورة عامة N1 N2. أوكي زين. وحدة معامل الانكسار الآن ما لها، ليست لها وحدة. ماس أو تألق الماس هذا شرحناه وقلناه وقلت لك سيجيك، يعني هذا أكيد يجي. ذلك لأن زاوية الحرج أشقد؟ 24.4، وأن معامل الانكسار 2.42، هيك أحفظها 2.42. فالضوء الساقط والنافذة لا داخله يعاني شنو؟ عدة انعكاسات داخلية. عرفنا ليش الألماز. ثم يخرج فيكسب ذلك البريق والرمان. أيهما أكثر انعكاسا، الضوء الموشور أم المرآة المستوية؟ ولماذا الموشور؟ طبعا أكثر عكسا للضوء، لأن الضوء في المنشور العاكس ينعكس انعكاسا كليا، ما يصير بأي امتصاص بنسبة 100%. أما المرأة يحصل امتصاص الضوء الساقط عليها، فهي تعكس بنسبة حوالي 90%. أوكي هذا كلش مهم السؤال وما ليجيك يعني. زين خلينا نشوف ما قانون انعكاس وما قانون انكسار. الانعكاس نقطتين، الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام نقطة السقوط تقع جميعها في مستوى واحد، زاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. قانون الانكسار شنو؟ الشعاع الساقط والشعاع المنكسر والعمود المقام نقطة السقوط على السطح الفاصل تقع جميعها في مستوى واحد عمودي على السطح الفاصل بين وسطين شفافين. النسبة هنا زاوية السقوط تساوي زاوية، هنا ساين ثيتا، ساين ثيتا 1 تساوي ساين ثيتا 2. النسبة بين جيب زاوية السقوط تساوي وجيب زاوية الانكسار يساوي مقدار ثابت. ساين ثيتا 1 تساوي ساين ثيتا 2، هنا ثيتا 1 تساوي ثيتا 2، هنا الساين مالتها اللي جيب. كلش مهم هذا يجيك، هذا ما قانون الانعكاس وما قانون الانكسار، وسجله قول هذا يأتي. اذكر الصيغة الرياضية لقانون سنيل ايه موضح عن المعنى الفيزيائي لكولومبس. ان 1 ساين ثيتا 1 تساوي ان 2 ساين ثيتا 2. ان 1 معامل انكسار مطلق الوسط الشفاف، ساين ثيتا زاوية السقوط، ان 2 معامل انكسار مطلق للوسط الثاني، ساين ثيتا 2 تساوي هنا سقوط، هنا انكسار سقوط انكسار سقوط انكسار. اذا ساين ثيتا 2 هي جيب زاوية الانكسار في الوسط الثاني، سقوط انكسار. هذا معامل انكسار، هذا معامل انكسار مطلق وسط شفاف، وهنا معامل انكسار مطلق الوسط الثاني، هنا الثاني وهنا اول. مثل ما قلنا الانكسار دائما وين يصير؟ بالوسط الثاني، ما انسى ابد. ماذا تقصد بالزاويه الحرجه وما علاقتها بالعامل الانكسار؟ هي الزاويه التي بعدها لا يحصل اي انكسار للضوء، من شيء يصير انعكاس.
هي زاوية السقوط في الوسط الأكثر ضوئيا، والتي زاوية انكسارها قائمة 90 في الوسط الآخر الأقل نسبة كثافة. الزاوية الحرجة لها علاقة بمعامل انكسار مطلق قانون N تساوي 1 على ساين ثيتا C. عرفنا ثيتا C زاوية ثيتا C سنطلعها اللي سميناها شنية معامل ال شو اسمه استنتجناها او التي اسمها يعني الزاوية الحرجة ثيتا سي. ثيتا سي هي الزاوية الحرجة. معامل انكسار مطلق لمادة شفافة. ما المقصود ان معامل انكسار مطلق للماء هو 1.33؟ معامل الانكسار مطلق لمادة ما هو النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ وسرعة الضوء في الوسط الشفاف. فإذا النسبة اللي هي V1 قلنا إلى V2 نشوف V1 سرعته بالفراغ V2 هي سرعته بالماء، فيكون معامل انكسار سرعة الضوء في الفراغ إلى سرعة الضوء في الوسط. V1 تساوي C، إذن N تساوي C على V. N تساوي C على V. إذن معامل انكسار المطلق لمادة ما هو النسبة بين سرعة الضوء في الفراغ وسرعة الضوء في الوسط الشفاف. لا تنساها كلش مهمة. أوكي. جاي. في سؤال 7. في حالة يكون الشعاع واحد هو شعاع ساقط. واحد شعاع ساقط في شكل مجرور، فما الأشعة المنعكسة والأشعة المنكسرة من الأشعة الحمراء الأربعة؟ زين وين هو أساده واحد؟ ما شعاع 2 و4 منعكسان وشعاع 3 و5 منكسران. ما واضح هي هذا، ما واضح يعني ما واضح مسائل. إذا علمت أن معامل الانكسار المطلق اللي هو الآن للماس يساوي 2.42 وسرعة الضوء في الفراغ تساوي 3 جس سرعة الضوء في الماس، مع يعني كل السهل احنا نعرف الآن تساوي C على V. C معلومة، الآن نعطينا اياه اللي هو 2.42، اذا نطلع من عندها ال V طرفين بوسط، يعني بس تصعد هاي هنا تجيب هاي، اذا فيلوسيتي تساوي 3 في 10 2.4 تساوي 1.24 في 10 أس 8. كل سهل وحلو، يعني ما عندنا غير هالقانون، ما عندنا غيره. ان تساوي لنا سي على V، ما عندنا غيره، قوانين قليلة بهذا الفصل، يعني كل السهل. إذا علمت أن سرعة الضوء في أحد المواد الشفافة تساوي C على 1.52، C شنو معناتها؟ 3 في 10 أس 8 على 1.52 شنو في الفراغ؟ هو معامل انكساره شنو هو نعطينا إياه، يعني نعطيك V تساوي بابا. السؤال مو يقول لك ان تساوي سي على في، شا مصعد هاي هنا وجايب هاي هنا، نعطيك هنا ايش قال لك هاي ان، اذا في تساوي سي على 1.52، اذا ان تساوي 1.52، هو منزلها هنا، يعني مجرد منزلها هنا بس. زين اذا شو يسوي؟ سرعه الضوء في الماده الشفافه هي ايش قال؟ V تساوي C على هذا، V تساوي إن هذا على هذا، وتطلع إن هذا. معامل الانكسار المطلق المادة الشفافة هسه احنا حسبنا شو اسمه، طلعنا سرعته ايش قد خوش نا velocity. نجي نعوضها بنفس القانون الآخر، نقول C على V، C على V هذا على هذا، يطلع لنا معامل الانكسار. فإذا velocity هنا محسوبة
سرعة بس نعطيها بقيمة سي على هالقد سي على ان، يعني القانون مطبق مرتين. هذا مهم مهم ويأتي هذا يأتي هذا مهم لأن تطبيق إذا كان معامل انكسار مطلق للماء 3/4 نعطينا ان يساوي 3/4 ومعامل انكسار مطلق لأحد أنواع الزجاج هذا خلينا نتور ان 1 هذا ان 2 جد مقدار الزاوية الحرجة بين ان 1 إلى ان 2 يجي أطبق القانون أبو الساين الثيتا وين عندي ان 2 إلى ان 1 تساوي ساين ان 2 إلى ان 1 ساين ثيتا 1 إلى ساين ثيتا 2 كل سهل مع العلم ان نعطيك ساين 62 هاي الزاوية هالقد وثيتا سي هي 62 الزاوية الحرجة هالقد وساين الزاوية الحرجة ايش قد يساوي 0.9 اذن شو اقول اقول ساين ثيتا سي قانون مالته شو يساوي ان 2 الى ان 1 ساين ثيتا سي قانون طلعناه ساين ثيتا سي هياته من هنا ساين ثيتا شو يساوي شو يساوي من هاي المعادلة تقدر تحسبه من تقدر تطلعه من ان 1 ساين ثيتا او من ساين ثيتا شو يساوي ان 2 على ان 1 ساين ثيتا ساين ثيتا سي ثيتا سي عدي فساين ثيتا سي ساين 62 هو 0.9 تبقى ان 2 الى ان 1 فهذا ايش راح يطلع لنا بس حساب انه 4 على 3 اللي هي شنو ان 1 وان 2 هي 3 على 2 فبمكان ما قسمه سواها ضرب يعني شنو باوع ان 2 ايش قد 3 على 2 على 4 على 3 فهذا صعد فوق وهاي نزل فصار عندنا صار عندنا شوف صار عندنا 4 على 3 في 2 على 3 بس مجرد قلب و8 على 9 اللي هي شنو هاي العفو ضرب 3 في 3 9 2 في 4 8 على 9 زين حيث ان معامل الانكسار وسط الشوكه يساوي ساين الثيتا هلقد يساوي 3 على 4 ان 2 معامل الانكسار المطلق للماء هلقد اذا ثيتا سي مال الزاويه الحرجه هي 62 و75 الضوء انتقل من الزجاج الى الماء فالزاويه الحرجه حدثت في الزجاج من الزجاج الى الماء من الزجاج الى الماء ثيتا سي ايش قد صارت 62.75 هي اقل من 90 الزاويه الحرجه انتقل من الزجاج الى الماء زين وشلون تعرف همينة شوف هذا معامل انكسار هنا بالماء شبيه 4 على 3 يعني 1 وشوية هنا 3 على 2 يعني اقل من معامل الانكسار قليل شنو معناتها معناتها شنو كثافة ضوئية شبيهة عالية هنا هنا بالزجاج شوية أعلى صارت من مال الماء أقل من مال الماء فكثافة الضوئية مال الزجاج أعلى من الكثافة الضوئية مال الماء سقط ضوء من الهواء على سطح الماء سقط بزاوية سقوطها 30 ثيتا تساوي لنا 30 فانعكس جزء منه وانكسر جزء آخر انعكس ثيتا 1 تساوي لنا ثيتا 2 زاوية الانكسار وزاوية الانعكاس هي ساين ثيتا 1 تساوي ساين ثيتا 2 فإذا علمت أن معامل الانكسار اللي هو n يساوي لنا 4 على 3 جد زاوية الانعكاس
زاوية الانكسار كلش سهل. هذا ساين الثيتا تساوي ساين 30.5 ساين 22 بوينت. نعطينا ثيتا 31 ثيتا 2 هي 22.02 جو. زاوية الانعكاس تساوي زاوية السقوط هاي 30 درجة. تحسبنا زاوية الانعكاس. تبقى زاوية الانكسار من قانون 2 N1 ساين ثيتا 1 تساوي N2 ساين ثيتا 2 مو هاي. نعطينا N2 مال الماء و N1 نحسبه واحد N1 ليش؟ لأن عندنا هواء ف N تساوي C على V وتساوي واحد فحسبه واحد. هنا أنا أخذ هذا اللي هو هذا مال الماء ساين ثيتا 2 اللي هو معلوم ساين الثلاثين هلقد 0.5 وساين الاثنين وعشرين هذا مهم وحلو وسهل ومجرد تطبيق من قانون اثنين كوش N1 ساين ثيتا 1 تساوي N2 ساين ثيتا 2 N1 دائما إذا كانت هي بالهواء بنكتب لك بالهواء N1 صير واحد حساب تطبيق هاي يعني ما عندنا في شيء قوي لأن ساين ثيتا 1 يعني ساين الثلاثين ساين الثلاثين هاي مو ثلاثين وين تجينا ساين 30.5 إذا نتعوض شنو هنا 0.5 هاي يشوف ما يعني ما أكو في شيء صعب N1 sin theta 1 سوي لنا N2 sin theta 2 راح يؤدي لنا 1 في sin 30 و 1 sin 30.5 اللي هو شقد 0.5 هذا 1 على 2 هذا يساوي 0.5 خاف تسأل مين جت النص و 4 على 3 هي هذه في sin theta 2 حسب هسه sin theta 2 طلعت هلقد طلع sin theta 2 اللي هي شنو هي زاوية الانكسار اللي هي شنو theta 2 ثيتا 2 ساين ثيتا 2 هلقد هو ناطق اياها قايل لك ساين هذا من يطلع الناتج هذا ساين الثيتا 22 بوينت هذه اذا الثيتا تساوي 22 بوينت يعني منها هاي مع العلم هو ناطق اياها من تشوفها وصلت لها قول اذا ثيتا تساوي 22.02 اوكي اذا كان سرعه الضوء في الجليد سي على في يعني هاي تمثل N راح تعيدها من جدة وجديد حيث C سرعة الضوء وجد الزاوية الحرجة يريد ثيتا C من الجليد إلى الهواء من الجليد إلى الهواء تجي تطلع N نفس الشيء تسوي الحسابات N1 شو تسوي C على V C على C هنا C على V لأن هنا هاي هي N هاي N دي شوف العفو هاي V هاي V إذا N1 شو تساوي C على V راح يصير C على C